الحلقة 21 من مسلسل المداح. كاسيا بتفتكر لما كانت في فيلا سميح قال لها هسألك سؤال هيحدد موقفك معي، لو معاكي كفتين، كفة فيهم فيها القوي بس خطاء والكفة التانية فيها الضعيف بس على حق، هتختاري مين؟ كاسيا قالت له هختار الخطاء. سميح فرح بيها قوي وقال لها انا محتاجك معايا. كاسيا قالت له ماشي، وقعدوا يتكلموا وقالت له هشتغل على الترند. وقعد صابر بياكل مع جميل وأميمة وبيتكلموا مع بعض. أميمة قالت انا صابرة وراضية بقضاء ربنا، احنا احسن من غيرنا، ده في واحده هنا اسمها امنه السقاره اللي حصل لها مش شويه. صابر قال لها ايه حكايتها؟ قالت له كان عندها بيت شرق البلد، بناتها الاربعه ماتوا واحده ورا التانيه، والاتنين الباقيين البيت وقع عليهم وماتوا، وجوزها طلع من تحت البيت مش طبيعي بيقولوا انه اتمس، والست من ساعتها قاعده في الاوضه الوحيده اللي ما تهدتش، قاعده بتربي صقور، ما دي كانت شغلانه ابوها. صابر افتكر كلام الراجل لما قال له الصقر والتلات يمامات، قال مدد يا رب، وسالهم مكانها فين امنه دي. وراح حسن عند البيت اللي فتحوا فيه المقبرة، شاف الدم على الأرض، وهب قال له احنا خلصنا، بس أهل الواد بلغوا والبلد كلها مليانة حكومة. حسن قال له لما هو الموضوع كده طلبتني أجي ليه؟ افرض حد شافني، ده أنا لسه خارج من إعدام. وهب ما ردش عليه واداله جثة الواد عشان يدفنها. حسن ما رضيش. وهب قال له أنا مش حمدان عشان تلبسني، كل مكالمة ومقابلة بينا متسجلة، يعني معايا دليل إن أنت اللي داير كل الحكاية دي. واداله الجثة وقال له لما تدفن الواد هبقى أفتح لك المقبرة، يلا الكنوز والذهب مستنيينك. خد حسن الجثة وخرج. وراح صابر عند أمنة السقارة، خبط على الباب، فتحت وخرجت تتكلم معاه. قال لها أنا صابر المداح، أنا جاي عشان خاطر جوزي، عارف اللي حصل له وجاي عشان أساعده. أمنة قالت له تساعدنا في إيه؟ أنا مبقاش معايا من ليه مدفعه لحد. صابر قال لها أنا مش عايز منك أي حاجة، أنا بس عشان أساعدك عايز أفهم إيه اللي حصل بالظبط. ووصل حسن حتة بعيدة فيها بحر، فضل يبص حواليه وطلع الجثة من العربية ورماها في البحر، وركب العربية تاني ورجع في البيت اللي فيه المقبرة عند وهبة. لقاهم قاعدين ماسكين تمثالين، قال له احنا طمعانين فيهم. حسن قال لهم لا مش هتاخدوا حاجة. وهبة قال له خلاص يبقى انت اللي تنزل وتطلع الخير اللي في المقبرة. وأمنة قاعدة بتحكي لصابر الحكاية من أولها، قالت له ربنا رزقني بكل خلفيتي بنات، كل ما خلف بنت تموت، لحد ما ربنا رزقني ببنتين زي القمر، الكل كان بيحسدني عليهم، كنت بره البيت بس على رزقهم، جيت لقيت البيت واقع عليهم، ماتوا بناتي وجوزي حاله اتبدل، ولما بشغل حتى القرآن بيبقى كأنه مش سامع. وحسن روح ومع الأثار قاعد فرحان وبيكلم نفسه، فجأة الباب خبط جامد فتح، لقى منال وزين. منال بتقول له ابني فين؟ حسن قال لها يعني ايه؟ ما هو معاكي. منال قالت له الواد اتخطف من قدام البيت الصبح، وزين بيقول ان اللي خطفوه رجالتك. حسن بقى واقف مصدوم. وأمنة بتقول رحنا لشيوخ كتير وفي منهم جه لوحده، صرفت كل اللي حلتي وما وصلتش لحل. صبر قال لها ان شاء الله هيكون في حل، البنات دول هيكونوا سبب في دخولكوا الجنه ان شاء الله. ودخل صبري يشوف جوز امنه، اتكلم معاه ما بيردش. امنه قالت له مش هيرد عليك يا شيخ. وفجاه قام حسنين مسك كوبايه ازاز عشان يضرب بيها صبر. صبر مسكه وفضل يقرا قران عليه. ظهرت مليكه قالت له بحب فيك حب الخير، ووجهت ايديها ناحيه حسنين فضل يزق في صبر ويزعق. صبر حط ايده على راسه وفضل يقرا قران. مليكه واقفه بتضحك وحسنين بيهدى. مليكه قالت له اللي انت بتعمله ده ملوش لزوم، الراجل ده ضحيه جديده في قائمه الموت بتاعتك. صبر طلع الخاتم من جيبه لبسه ووجهه عليها وبدأ يقرأ قرآن. اختفت مليكة من قدامه. أمنة سألته في ايه؟ صبر قال لها الحمد لله أذى ونزاح وحسنين بقى كويس ورجع طبيعي. صبر قال لهم سورة البقرة تفضل شغالة على طول وربنا يحميكم. وزين بيقول لحسن اللي خدوا الواد رجالتك يا حسن، وهبة واللي معاه. منال قالت له أنا عايز أعرف الواد فين. حسن قال أنا اللي عملت كده، أنا اللي عملت كده بإيدي. زين قال له أنت فتحت المقبرة بابنك؟ حسن جري على بره. وصابر بيتكلم في التليفون، قال لمهندس هبعت لك كل التفاصيل وهبعت لك العنوان وتيجي بكره تشتغل. خلص صابر التليفون وقال لهم بكره هيجي المهندس يشتغل في البيت وهيعمل اللازم. امنه قالت له كتر خيرك، هو لسه في ناس بتعمل خير كده؟ واتكلموا مع بعض كلهم. وبعد شويه مشي صابر وحسن واقف قدام البيت اللي اتفتحت فيه المقبره، كلم وهبه واللي معاه جوله، سالهم الواد ده ابن مين. وهبه قال له من هنا، هما بيقولوا ان عم الواد مبروك وهو لقيت منه. حسن زعق وقال له ده ابني، خليتني ارمي ابني في البحر. وهب قال له ما تروح تتجوز وتخلف غيره. واتخانقوا مع بعض وضربوا حسن وجريوا، وقعد هو يعيط. ورايحه منال تدور على الواد وبتتخانق مع زين عشان مش بيدور ولا بيعمل حاجه، نزلت رحاب وراها قالت لها استني اهدي بس. زين قال لها انا كلمت الرجاله بيدوروا بس لسه مش لاقيينه. وام حسن جت بتجري بتقول لهم ايه اللي انا سمعته ده؟ منال قالت لها انتوا عايزين مننا ايه؟ بعدنا عنكم وبرده شركوا طايلنا. حسن عمل ايه في الواد؟ موته ولا عمل فيه ايه؟ ام حسن قالت لها ما تقوليش كده يا بنتي، حسن عمره ما هيعمل ده ابدا. رحاب قالت لها ما يعملش ليه، معيشة عملت، طول ما انتوا وصينا لسه ايامها هنشوف. ام حسن قالت لها انا مش هرد على الكلام ده، لما ربنا يحل اللي احنا فيه نبقى نتكلم.
وحسن راح عند البحر بيدور على الجثة اللي رماها. الناس واقفة بيقولوا له اطلع من هنا، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. جه عبد الرازق قال هو بيعمل ايه؟ ايه اللي جراله؟ ده اتجنن. وقف يقول للناس ده اخرة اللي يلعب مع الجن والشياطين، زي ما قال الدكتور سميح انقلب السحر على الصحراء، اتعظوا يا ناس. وخرج حسن من البحر يقول انا اللي قتلت ابني، انا اللي قتلته بايدي، وفضل يعيط ويكلم نفسه. وراح الشيخ صادق لصابر قال له انت فين؟ اخوك كان هيموت نفسه، نزل الميه وطلعناه بالعافيه، بيقول ان رمى جثه ابنه في الميه. صابر قال له طب هو فين دلوقتي؟ صادق قال له انا حاولت امسكه زقني ومشي، ومش عارف هو فين بصراحه، ربنا يصبركم. وبيسلم على صابر وهيمشي. صابر شاف في خياله البيت اللي فيه المقبره والرجاله والواد وهو في البيت، وحسن لما راح رمى الجثه في البحر. صادق بيقول له في حاجه يا شيخ صابر؟ صابر قال له لا مفيش، احنا تعبناك معانا. ومشي صادق وجري صابر على العربيه يركبها. وراح عبد الرازق عند سميح بيقولوا الفلاحين عايزين يجوا يبوسوا ايدك بعد ما حضرتك باركت اراضيهم. سميح قال له تبيعهم كلهم عشان انا عايز الكل يكون راضي. ومشي عبد الرازق. وجت كاسيا قالت له الفيديو بتاع الواد بتاع الماسكه هيختفي تماما. قال لها فيديو ايه؟ مش مهم دلوقتي، رحاب جايه لي بكره محتاجه صديقه مخلصه تسمعها وتوعيها، هتقدري؟ كاسيا قالت له اعتبرنا اصحاب من زمان. ومنال بتتخانق وبتقول لزين انا هروح اعمل محضر على حسن وعلى المقابر اللي بتفتحوها وعلى الرجاله كمان، طالما انت مش عارف تجيب لي ابني انا هجيبه. زين قال لها انا عارف مكانه بس اهدي عشان نشوف هنعمل ايه. وجميل خرج من بيته عشان يصلي الفجر، لقى قط شكله وحش قوي واقف وبيعمل صوت غريب. جميل خاف ودخل البيت تاني. وصبر وصل عند البيت اللي فيه المقبره، وقف قدام الباب، سمع وهبه وهو بيتكلم مع زين بيقول له احنا بنلم الاثار وهنخرج، واطمن الواد بخير، المهم حسن يتلم. صبر زق الباب ومسك في وهبه قال له ابن حسن فين؟ وهبه قال له اسال اخوك هو اللي رماه في البحر. صبر قال له اللي اترمى مش ابن حسن ولا جثة بني ادم، دي لعبه منكم توزين، انت ابن حسن فين؟ وهبه بقى مصدوم وساكت، وصبر سابه وفضل يبص حواليه في كل حته. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده. اتمنى لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.